طيب عايزين عندنا خبر تاني على صعيد نشرت صحيفة من سن الإنجليزية النهاردة صورة خاصة بأغلى 10 قوائم بين أندية العالم. حضراتكم شايفين طبعا نتكلم على المان سيتي ب 917 مليون، المان يونايتد ب 863، عندنا تشيلسي، بي اس جي، ليفربول، ريال مدريد، برشلونه، ارسنال، توتنهام، واتلتيكو مدريد. دي قائمه اغلى 10 قوائم في انديه العالم، وطبعا زي ما اقول لحضراتكم ارقام كبيره جدا جدا على سبيل يعني لو كمان كلهم من انجلترا. طبعا البريمير ليج جاذب جدا جدا للاستثمارات، ولكن كمان مبالغ كبيره جدا بتدفع في اللاعبين على مستوى الانتقالات، على مستوى العقود، يعني ارقام كبيره جدا جدا، ولكن البريمير ليج يبقى هو افضل الدوريات في العالم.